أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع وإياكم أهم ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم. البداية من موقع الموقع. تابع المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة بلقيس مع قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود سعيد المخلافي، والذي قال إنه التقى بالرئيس هادي ورئيس الوزراء بن دغر أكثر من مرة، وتم وضع النقاط على الحروف مبديا أماله في أن تشهد الأيام القادمة شيئا مختلفا. وعن المشاورات الجارية في الكويت دعا المخلافي الوفد الحكومي إلى الانسحاب لأن تعز تقتل كل يوم، والهدنة وفرت مجالا للحوثيين للتوغل أكثر ولتعزيز أماكنهم، مشيرا أن المقاومة ضربت أكثر من مرة بسبب الهدنة المزعومة، وهناك أكثر من 3000 خرق خلال الأيام الماضية. لفت أيضا إلى أن الحوثيين يعيدون ترتيب صفوفهم بعد أن كانت المقاومة قاب قوسين أو أدنى من دحرهم. وقال المخلافي أيضا لم تستطع المشاورات أن تفك حصار الميليشيا عن تعز لأسبوع، وما زالت الميليشيا مستمرة في خروقاتها. وعن وضع جرحى المقاومة قال القائد ليس لدينا حتى أجهزة طبية لعلاج الجرحى، وطلبنا أكثر من جهة ولكنها لم تصل حتى الآن. إلى موقع يمن مونيتور، تابع أيضا ذات المقابلة والتي أجرتها قناة بلقيس مع قائد المقاومة في تعز حمود المخلافي، قال آخر راتب تقاضاه الجيش الوطني في تعز كان في رمضان الماضي. وذكر المخلافي في حديث لبرنامج المساء اليمني على قناة بلقيس أن الحكومة لا تمتلك أدوات كافية لحسم معركة تعز، وأن رئيس الوزراء السابق وعد بتقديم الدعم ولم يفي بوعوده، وتم الانتظار من أجل ذلك أكثر من شهر. أضاف أن الأيام القادمة تحمل شيئا مختلفا دون أن يفصح عنه. هاجم المخلافي تحالف الحوثي صالح الذي ينتقم من تعز لدورها في ثورة عام 2011 حسب وصفه، قال نحن ندافع عن كرامتنا وعن مدينتنا، والانقلابيون هم الذين أتوا إلينا ويقتلون أبناءنا كل يوم. قال المخلافي في حديثه لذات البرنامج الذي تابعه يمن مونيتور، وقال سنعود إلى تعز محملين بالخير. إلى موقع مصدر أونلاين، تابع إحدى الموضوعات وقال مصدر حكومي يقول الحوثيون يحتجزون عددا من وكلاء محافظتي صنعاء ريمة بصورة غامضة. وقال التفاصيل، قالت التفاصيل أنه كشف مسؤول حكومي في محافظة صنعاء للمصدر أونلاين عن استدعاء جماعة الحوثيين لعدد من المسؤولين في المحافظة الاثنين الماضي، ولا يزالون يحتجزونهم إلى اليوم. قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على حياته إن قيادة جماعة الحوثي المسلحة استدعت عددا من وكلاء محافظتي صنعاء وريمة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق صالح يوم الاثنين الماضي إلى أحد مقرات الجماعة في العاصمة صنعاء، وجردوهم من هواتفهم المحمولة ولا يعلمون شيئا عن مصيرهم إلى اليوم. أشار المصدر إلى أن استدعاء عدد من وكلاء المحافظتين كان بطريقة ودية، ولم يكن هناك أي مقدمات تكشف عن نية الجماعة احتجازهم، ويأتي هذا الاحتجاز الغامض في الوقت الذي تبذل فيه جماعة الحوثيين جهودا ميدانية ملحوظة لاستقطاب كوادر في المؤتمر الشعبي، خصوصا من يشغلون مناصب هامة في مؤسسات الدولة، ولإقصاء من يصعب استقطابهم لصف الجماعة. علومك يا يمن، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا ونشره في موقع مصدر أونلاين. وقال جميح حليف الحوثيين الرئيس السابق يلعب معهم لعبة الملاكم الذي لم يصل بعد إلى مرحلة رمي القفازات، يطل علينا ليقول إنه لم يعد يحكم والسلطة بيد الحوثيين وأنا لا دخل لي في الحرب الجارية. الحوثيون بالطبع يبلعون طعم الرجل ويفاخرون بأنهم رجال المرحلة، وصالح يريد التملص داخليا وخارجيا من تبعات الحرب التي جرت في اليمن، وهذا سبب حرصه الدائم على التصريح بأنه ليس طرفا في الحرب وأنه لم يعد في السلطة. ما يزال صالح يحتفظ بالقفازات ولا تزال القفازات تؤدي دورها، بصماته
غير ظاهرة، واللكمات السياسية والأمنية والعسكرية تصدر عن وتأتي على قفازاته التي لم يعد بإمكان أحد التنبؤ بمدى قدرة صالح على خلعها، أو التوقيت إن كان صالح ينوي أن يخلعها قبل أن تلتهم كفيه. وماذا بعد يا يمن؟ حكومة الرئيس اليمني وقعت في شرك التفاصيل. الحوثيون وافقوا لها على العنوان العريض، وهو القرار الدولي 2216، أو هكذا يبدو، لكنهم توهوها في التفاصيل. وفد الحكومة يعلن أنه لن يغادر الكويت حتى تعلن وفاة الجنين الذي يبدو أنه لن يرى النور حتى ولو عبر عملية قيصرية. الضغط الدولي كله يقع على الحكومة. يقول المسؤول الدولي: لا يمكننا أن نمارس ضغطا على الميليشيات. الحكومة هي التي يجب أن تقدم التنازلات لأنها شخصية اعتبارية مسؤولة. الحكومة يعجبها أن يسميها المجتمع الدولي حكومة شرعية، لكن المجتمع الدولي يبتزها باسم الشرعية التي تصور أنه منحها إياها بالقرار الدولي، ثم مارس عليها ضغوطه لأنها شرعية ومسؤولة، بينما الحوثيون غير شرعيين وغير مسؤولين. مشاهدين، إلى موقع تغيير نت والذي عنوان: انسحاب مفاجئ لجزء من قوات الحوثي وصالح في تعز. ومن الجوف عنوان آخر: جماعة الحوثي تتلقى ضربة موجعة تربك حساباتها العسكرية وتثير غضب زعيمها. عنوان آخر: بان كي مون يقترح خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة. هذا ما قاله ولد الشيخ أمام مجلس الأمن بشأن اليمن. ووفقا للموقع، فقد طلب ولد الشيخ توسيع طاقم مكتبه، بما في ذلك اللجنة المنسقة والمراقبة لوقف الأعمال القتالية والطاقم المتواجد في الأردن. من عناوين الموقع: جلسة ثنائية للجنة السجناء والمعتقلين في مشاورات الكويت، واتفاق مبدئي على إطلاق سراح كافة المحتجزين من الطرفين. موقع عدن الغد يأتينا بعنوان آخر في صدر صفحته الرئيسية: سكان محليون يقولون انفجار عنيف في إدارة الأمن في عدن. يقول موقع عدن الغد إنه سمع في الساعات الأولى من فجر اليوم دوي انفجار عنيف في إدارة الأمن في مدينة عدن، وقال سكان محليون يقطنون بالقرب من إدارة الأمن لعدن الغد إنهم سمعوا دوي انفجار عنيف في المنطقة، وأعقبه اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي. أضاف السكان: الانفجار ناتج عن هجوم بRPG، فيما لم يعرف بعد مكان أو نوعية الهجوم. عنوان آخر: قوات التحالف تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المكلة. تقول التفاصيل: دفعت قوات التحالف العربية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة المكلة، وقال مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلة لعدن الغد إن قوة عسكرية مكونة من دبابات ومدرعات وصلت عبر البحر إلى المدينة. وبحسب المصدر، فإن القوة العسكرية التي وصلت تأتي بهدف تعزيز القوات الموجودة على الأرض. وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مستمرون معكم مشاهدين في كشك الصحافة، نطالع وإياكم أبرز ما تقوله الصحافة العربية. البداية من صحيفة الرأي الكويتية، عنونت: المشاورة اليمنية تعود بتقدم محدود في ملف الأسرى. قالت الصحيفة: تمخضت المشاورة اليمنية عن جديد، تتمثل باتفاق حول ملف إطلاق الأسرى. وتتابع الصحيفة: عقدت لجنة المعتقلين والأسرى اجتماعها، وبدا اللقاء إيجابيا بنقاشات تضمنت الاتفاق على تشكيل لجنة لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا وكل من قيدت حرياتهم وكذلك الأسرى. قالت مصادر قريبة من الوفد الحكومي أيضا للرأي إن اللجنة المزمع تشكيلها ستشكل لجانا فرعية تتخصص بمتابعة الجوانب الفنية مثل كشوفات الأسماء وآليات التبادل والتوقيت والمكان وغيرها من الأمور. تضيف المصادر: ستكون هناك آلية للمتابعة من الأمم المتحدة بحضور أطراف دولية متخصصة كالصليب الأحمر الدولي. إلى صحيفة الجريدة الكويتية، علقت حول المشاورات المقامة هناك وقالت:
وعلى الرغم من جلوس طرفي مشاورات الكويت إلى طاولة واحدة، إلى أن هو عميقة لا تزال تفصل بينهما، خصوصا حول قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015، والذي ينص بشكل أساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014 وعلى تسليم الأسلحة الثقيلة. تفيد الصحيفة: يرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية. وأفاد دبلوماسي غربي متابع لمشاورات اليمنية ولمسارها، أفاد لوكالة فرانس بريس أن المبعوث الدولي اقترح تشكيل حكومة خلاص وطنية لتجاوز الخلاف بين الطرفين حول هذه النقطة، ولفت إلى أن الحكومة المقترحة سيتم تشكيلها على أساس توافقي وجامع ووفق المرجعيات القانونية، وستحل مكان الحكومة الحالية فقط. قال الدبلوماسي: نحن في مرحلة يجب على الأطراف اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات، ولمح إلى وضع خريطة طريق وأكد أنه متفائل جدا باحتمال التوصل لاتفاق، وقال: لم نرى هذا الزخم تجاه السلام منذ عام ونصف العام. إلى صحيفة العربي الجديد، قالت في عناوينها عن الشأن اليمني: مقتل 5 أشخاص بغارة في لحج جنوب اليمن. تقول الصحيفة: قتل 5 مدنيين وجرح 4 آخرون جراء غارة جوية استهدفت منزلا في محافظة لحج. وأوضحت مصادر محلية للعربي الجديد أن طائرة مجهولة الهوية استهدفت منزلا في منطقة المحلة قرب مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، ونتج عنها سقوط الضحايا. ويعتقد أن الغارة كانت تسعى لاستهداف منزل آخر لمشتبه به بالانتماء لتنظيم القاعدة، وأخطأت هدفها. تضيف الصحيفة أن مقاتلات حربية قصفت معسكرا في منطقة العر في يافع، ولم ترد تفاصيل عن وقوع الضحايا. عنوان آخر لكن في الشأن الاقتصادي هذه المرة: أمريكا وبريطانيا تعرضان مساعدة اليمن لوقف التدهور الاقتصادي. في التفاصيل تقول العربي الجديد: عرض مسؤولون أمريكيون وبريطانيون استعداد بلدانهم للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي في اليمن تحت مظلة الحكومة الشرعية. تضيف الصحيفة: العرض الأمريكي البريطاني جاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمني علي المحسن الأحمر مع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن ومدير المساعدات الأمريكية والملحق العسكري البريطاني. خبراء ومصادر حكومية يمنية أكدوا للعربي الجديد أن الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية تعارضان بشدة اعتزام الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن كانت الحكومة اليمنية قد لوحت بنقل المصرف المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن في ضوء اتهامات للحوثيين بنهب أموال البنك المركزي. المتحاورون الأشاوس في الكويت. تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقال ونشره في صحيفة الخليج الإماراتية، وقال عبد العزيز: قبل حين كانت الصومال تعاني الأمرين من غياب القيادة السياسية عن العاصمة مقديشو، وكانت التبريرات الأمنية مشابهة لما نسمعه الآن في الحالة اليمنية، ولم تتمكن الدولة الصومالية الجديدة من بناء نواتها الصلبة في العاصمة مقديشو إلا بعد أن ارتضى الجميع دفع ثمن الاستحقاق والعودة للداخل. وهكذا تبخر أمراء الحرب وخبت وتيرة القرصنة البحرية، وانزوى المتطرفون في الصحارى بعيدا عن المدن، وبدأت عجلة التنمية تأخذ مجراها في أقاليم الصومال المختلفة، فيما ازدادت اللحمة الوطنية متانة وقوة بعد أن اكتشف الكثيرون أنهم كانوا في ضلال مبين، وأنهم استخدموا وقودا لحرب جائرة يديرها مجرمون منحرفون. استمرار الوضع في اليمن على ما هو عليه من شأنه أن يضاعف المساحات الفاصلة بين القادة السياسيين والقادة الميدانيين على الأرض، وفي مثل هذه الحالة تصبح الاتفاقات السياسية للفرقاء المدججين بالألقاب فاقدة لشرعية حضورها الناجز على الأرض، وهو الأمر الذي يقتضي مبادرة أساسية، بل مبادئة جوهرية للشرعية اليمنية المقرونة أصلا وأساسا بالدولتية والنظام والقانون، والقادرة على ترجمة المعنى
لتحملها المسؤولية الجسيمة من خلال تحمل كامل أبعادها وصولا إلى مساعدة الطرف الخصم لأن يكون شريكا في ميزان العمل الوطني التوافقي المطلوب اليوم قبل أي يوم آخر، تماما كما كانت المبادرة الخليجية مطلوبة في لحظة إسعاف استراتيجي للذاكرة السياسية اليمنية المنهكة بثقافة التنافي العدم والشطب المتبادل. يتموضع الجميع في هذه اللحظة على درب ماراثون سياسي صعب، وهناك فرصة أساسية تلوح في الأفق وخيارات ممكنة على درب التسوية التي تعيد الدولة الضائعة وتختصر المسافة نحو مأسسة الحياة بمساعدة ناجزة من الذاكرة الجمعية المتقدة للأمة ودعم حد الاحتياط الاستراتيجي للجوار التاريخي العربي والمجتمع الدولي برمته. فهل يرتقي المتحاورون الأشاوس في الكويت إلى مثابة الشجاعة الكبرى واستحقاقاتها الجوهرية؟ مشاهدينا، فلنتصفح سويا صحيفة البيان الإماراتية، عنونت في صدر صفحتها الرئيسية وقالت: صيغة أممية جديدة لحل وسط في اليمن. تقول الصحيفة: أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بقرب توصل وفدي الشرعية والإنقلابيين في محادثات الكويت إلى انفراج شامل يضم رؤية عامة لتصور الطرفين للمرحلة المقبلة. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في بيان أن الجهود تتركز على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، مما يجعل الجلسات أكثر حساسية وأقرب للتوصل إلى انفراج شامل. قال دبلوماسيون ووسطاء دوليون للبيان إن المشاورات الجارية تقترب من تبني اتفاق للسلام يقوم على أساس تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين إلى جانب عسكريين من الكويت وعمان والأمم المتحدة. تضيف الصحيفة: تتولى هذه اللجنة الإشراف على تجميع القوات والمسلحين والأسلحة الثقيلة في أماكن خارج المدن، فيما يمضي الطرفان نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة لمجلس الأمن تتضمن زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة. إلى صحيفة الخليج، عنونت حول الشأن اليمني: مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الصحفيين اليمنيين. عنوان آخر: الجيش الوطني يعزز إجراءات الحماية حول قاعدة العند. من العناوين أيضا: الميليشيات تواصل قصف مناطق متفرقة في تعز. عنوان ثالث: افتتاح مراكز إصدار جوازات في عدن وحضرموت. قالت الصحيفة أن الرئيس هادي وجه بسرعة فتح فروع لمراكز إصدار الجوازات في كل من محافظتي عدن ومدينة سيئون في محافظة حضرموت ليتمكن المواطنون والجرحى والمرضى من الحصول على وثائق سفر بعيدا عن المعاناة والتلاعب وإيقافها من قبل الإنقلابيين في العاصمة صنعاء. كما اقتضت توجيهات هادي إعفاء الجرحى في الداخل والخارج من رسوم إصدار الجوازات لتكون مجانية على نفقة الدولة، وإمداد سفارات اليمن بالخارج بجوازات السفر ليتمكن المواطنون من تجديدها. مقومات الهوية العربية. تحت هذا العنوان كتب المفكر المصري السيد ياسين مقالا ونشره في صحيفة الاتحاد، وقال المفكر: السؤال الرئيسي الذي يمكن إثارته هو: ما الذي يجمع بين الشعب العربي في كل الأقطار العربية؟ وما الذي يفرق بين كل قطر وآخر؟ ويمكن القول إن الحديث عن مقاومات الهوية العربية يقتضي منذ البداية اختيار منهج علمي نقدي وتحليلي وجدلي، إذا ما استخدمنا في ذلك مصطلحات الدكتور حليم بركات أستاذ علم الاجتماع الشهير والروائي المعروف. وفي تقديرنا أن المنهج الذي اصطنعه حليم بركات في دراسة الهوية العربية يستحق أن نشير إليه مستخدمين في ذلك لغته الخاصة. يقول دكتور حليم بركات: نطمح إلى أن يكون المنهج الذي نعتمده في تحديد الهوية النقدية هنا منهجا نقديا تحليليا جدليا يشدد على تحليل عناصر التوحد كالسمات العامة أو الخصائص التي تميز الأمة وتعطيها شخصية متفردة عن غيرها، والثقافة والمصالح الاقتصادية والقيم الأخلاقية والمبادئ،
ليس على مستوى التنظير المجرد وعلى أنها عناصر منفردة، بل نتناولها في سياق العمل المشترك وفي التاريخ والمجتمع وليس خارجهما. نقبل بل ونقدر أهمية تعدد الهويات ضمن الهوية العامة المشتركة. إننا نرى في التنوع مجالاً لإغناء تجربة الوحدة، إذ ما عرفنا كيف نوفق بين مفهومي التعدد والوحدة في مناخ من الاحترام المتبادل. في مقولة التعدد هذه لا نكتفي بالتشديد على التسامح فحسب، بل نذهب أبعد من ذلك، فندعو إلى تعلم احترام حقوق الآخر ومنها حق المغايرة والاختلاف، ولتكريس ذلك في صلب فهمنا لمعنى الهوية القومية ننظر إلى الهوية على أنها في حالة دائمة من التطور والتكون أو التحول. إنها كينونة مستمرة شكلاً ومضموناً ومن حيث علاقتها بذاتها وبالآخر. والحديث عن الهوية يقود بالضرورة إلى رسم حدود بين الذات والآخر. نرسم دوائر حول الذات، وقد تكون الدوائر أو الأفق منفتحة على الآخر أو منغلقة على ذاتها، مرنة أو متصلبة، متسامحة أو متعصبة. بهذا القدر مشاهدينا من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى اللقاء.